مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يوم جديد ولقاءات جادة من برنامجكم ساعة صبحية. صباح الخير والبركة والسعادة، ورب تكونوا قضيتوا أجازة عيد ميلاد سعيدة. ومرة أخرى كل عام والشعب المصري يا رب متكاتف مترابط محبي لبعضه البعض ودايما في أحسن حال وخير، ويا رب كتر من أعيادنا. طبعا أقل من 3 شهور تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية. كلنا عرفنا بعد إعلان اللجنة الهيئة الوطنية للانتخابات أول أمس بأن الانتخابات الرئاسية إن شاء الله سوف يتم إجراؤها في الداخل من الفترة من 26 يوم 28 مارس، وأيضا في الخارج الفترة من 16 ل 18 مارس، وفي حال إعادة يعني في جولة إعادة تتم إن شاء الله من 24 ل 26 أبريل. عايز اقول لحضراتكم ان بعد اعلان الهيئه الوطنيه للانتخابات خلاص عن قرب الانتخابات الرئاسيه وانها تكون ان شاء الله في شهر مارس، للاسف الاصوات المعارضه تزقزق على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب مهم ان يكون في معارضه حقيقيه، ولكن فين المعارضه الحقيقيه على ارض الواقع؟ فين المعارضه الحقيقيه في الحياه السياسيه بشكل كبير؟ للاسف المعارضين والمغرضين ما بتشوفهمش بيهللوا وبيتكلموا الا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويا ريت حتى تكون معارضه بناءه، يعني زي اي نظام سياسي، زي اي نظام حكم بيكون في الدول المتحضره والدول المتقدمه اللي هم بيستشهدوا بيها، بيكون النقد بتاع حضرتك او المعارضه بتاعت حضرتك بتكون بناء، ولكن كل النقد بتاع حضرتك اللي موجود دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي هدام، بيهدف الى هدم الدوله المصريه. انا مش هدافع عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان الرئيس عبد الفتاح السيسي ما قام به طوال فتره حكمه ال4 سنين الاولى تشهد له وتؤكد ان هذا الرجل نجح بكل المقاييس. الرجل ده تخلى عن شعبيته تماما ومهمته شعبيته أكتر من إن اهتم بالتنمية، اهتم بضخ مزيد من المشروعات، اهتم بالشعب. ناس كتير بتقول لك طب ما احنا دلوقتي الظروف بقت صعبة. معلش أنا أشبهها لحضراتكم مع احترامي طبعا كده للجميع، بسيطة نبسط الأمور كده. واحد عنده ورم، الله أكبر، ربنا يحفظنا جميعا، أخد له مسكنات ولا أعمل عملية جراحية هتألمني وهتكلفني وبعد كده ان شاء الله اتعالج منها وبعد كده الامور تبقى احسن؟ انهي الاحسن؟ اخد مسكنات وانا ما اعرفش حالتي هتوديني ايه بعد كده وممكن لا قدر الله الحاله تؤدي الوفاه، ولا استأصل الفيروس من اساسه وبعد كده الامور ان شاء الله هتبقى احسن والحال هيبقى افضل؟ ده اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي من الناحيه الاقتصاديه، ده الاجراءات الاقتصاديه اللي تمت. كانت مردودها صعب جدا على الشعب المصري، ولكن الحمد لله بدانا نشعر بتعافي، بدانا نشعر بتحسن شويه، حتى لو ما كانش في كل السلع، ولكن في بعض السلع دلوقتي الحمد لله رب العالمين انخفضت اسعار. يعني هستشهد بالفراخ مثلا، الناس كانت دلوقتي زمان كانت بتشتكي من اسعار الفراخ، الكيلو مش عارف وصل بكام، دلوقتي الحمد لله في تحسن. كل عايز اقول لحضراتكم استبشروا خيرا، لازم نعترف بالجميل. اي حد يعمل فينا جميل، مش بس الرئيس ده، ان شاء الله حتى لو مديرك في الشغل عمل فيك جميل وشاف ان هو بيحسن وبيطور لازم تشتغل معاه وتتكاتف معاه. ده اساس البناء، ده اساس الوحده، مش الوحده الوطنيه طبعا، الوحده الوطنيه مهمه، ولكن الوحده اللي احنا نتكاتف من اجل العمل والبناء ده المطلوب في المرحلة الحالية، وده اللي احنا محتاجينه في المرحلة اللي جاية. عايز اقول لحضراتكم كمان، ياريت لما نيجي نتكلم عن اي مشروع قومي نمسكه من كافة جوانبه. يعني ناس بتقول لك دلوقتي بتنتقد مشروعات الطرق والكباري، حضرتك اللي بتنتقد مشروعات الطرق والكباري لما تيجي مثلا تسافر في طريق شبرا بنها الحر، قبل شبرا بنها الحر الطريق الزراعي، وتلاقي الطريق واقف بالساعة وبالساعتين، بتعمل ايه؟ ابسط حاجة وانت قاعد في عربيتك بتقعد تلعن في البلد، صح؟ اكيد صح، حضرتك بتعمل كده. ولكن دلوقتي بعد زي مشروع طريق شبرا بنها دلوقتي ان شاء الله من اول الطريق لحد بنها ما بتاخدش تلت ساعه ونص ساعه، بتوفر معاك ساعه على الاقل، فده مش حاجه كويسه، ده مش بيفيد البلد، ده مش بيشجع حركه التجاره الداخليه، ده مثلا المصنع اللي هو موجود في اجا لما يجي لك هنا بدل ما بيبيع المربى مثلا ب5 جنيه ولا ب6 جنيه ويقلل مصاريف النقل وما بتاخدش بنزين هتنزل جنيه ضفه صب في مصلحه حضرتك، ده مش هيوفر معاك بنزين، ده مش هيفيد الاقتصاد بشكل عام. نفكر ونعقل الامور ونديها نصابها الحقيقي قبل ما ننتقد. مع حضرتك على فكره والنقد متاح، وده من اساسيات الديمقراطيه ان تعارض، ولكن المعارضه تكون بناءه، تكون على اساس مش عارض عشان اعارض ولا انتقد عشان انتقد. ده الكلام اللي قلت لحضراتكم واللي يمليه عليا ضمير. عشان كده انا الرساله بتاعتي للجميع ورسالتي الاعلاميه ان انا اوجه، ان انا اوعي، ان انا اقول للناس اللي هي بتنساق للاسف ورا العقول العطلانه، وده ابسط وصف ممكن اقوله، العقول اللي ما بتفكرش، العقول اللي تقول لها اي كلمتين مش اي حاجه، راجل ده الدنيا ده الاسعار مش عارف ايه،
الاسعار مش عارف ايه، بس الحمد لله بدانا نتحسن. طب ما الناس عايشه وزي الفل الحمد لله رب العالمين. انا مش مع يعني مش معنى ان الحياه فل والعمليه بامبي، لا على فكره احنا عندنا برضو الحمد لله يعني عندنا شويه يعني تحديات، عندنا شويه قصور في بعض المجالات، ولكن ما نقدرش ننكر ان في حراك من الدوله ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي. نشوف افتتاح المشروعات القوميه اللي كانت اول امس، قد ايه ان هو كان حريص على انتهاء هذه المشروعات، قد ايه كان حريص ان هو بدل المشروع يقعد له 4 5 شهور ياخد له 15 يوم، ياخد له شهر شهرين ويفتتح للناس وللجمهور. ده مش عشان خاطر الانتخابات قربت، لا ده عشان خاطر يوفر على حضرتك. الراجل مهتم، مش واحد غيره كان ممكن يوفر على حضرتك عشان يعمل دعايه انتخابيه، ولكن الراجل ده حط الدعايه الانتخابيه بتاعته على جنب والشعبيه بتاعته على جنب، ومصلحه البلد كانت النصاب الحقيقي قدامه والهدف الرئيسي اللي سعى ليه. نتمنى يا رب ان شاء الله باذن الرحمن ان يوفق مصرنا الحبيبه في المرحله اللي جايه، ودايما خلينا نقول مع بعض تعيشي يا بلادي.